استاذ احمد، شايف القصه ابعد من فكره طياره وقعت، شايفها يعني سلسله اجراءات منتظمه بناء على، اصل انا عارف ان في ناس اول ما نقول كلمه مؤامره هتشتمنا، لكن محدش يقدر ينكر انه لا، في استهداف وفي مصالح وفي مؤامره. اللي يشتم يشتم بقى، في مؤامره. طيب في الاول تحيا مصر يا رب، تحيا وفحيا وتحيا غصبا عن عين اي حد يا رب. بالبلد اهو. الاجواء اللي احنا بنعيشها دي اجواء 56 بستايل 2015، بالنموذج 2015. الاجواء دي مقصوده مخططه. الاجواء دي ما بيلعبش عليها اطراف من الخارج بس، بيلعب عليها اطراف من الخارج ومن الداخل. صحيح. وجوه اختفت عن الساحه بقالها 4 سنين، بدات تظهر على الساحه بقوه. برامج تستهدف احباط المواطن وتوصيله الى درجه من الياس غير عاديه. مظبوط. تشكيك في كل شيء وفي اي شيء في الواقع اللي بيحيط لينا. معالجه خطا للازمه اللي احنا تعرضنا ليها. تعرضنا للازمه منذ البدايه. تعاملت الحكومه مع الازمه بطريقه منتظمه اداريا. تم تشكيل لجنه لاداره الازمه. التفاعل فيما بعد ذلك كان تفاعلا خاطئا على مستويات عده. المستوى الاول ان احنا كلمنا بعض. كلمنا بعض على مستوى الاعلام. فضلنا في الاعلام نردد هل هي مؤامره ولا مش مؤامره، طب الطياره اتفجرت، لا الطياره ما اتفجرتش، لا الطياره وقعت. احنا عمالين نكلم بعض وبنطمن الشعب المصري وبنحاول نقول للشعب المصري لا خلوا بال، احتمال كبير ما تبقاش. مين كلم روسيا؟ مين كلم الغرب؟ اين دور الهيئه العامه للاستعلامات؟ اين دور اجهزه الاعلام الخارجيه؟ اين دور سفاراتنا في الخارج؟ تقوم بدورها على اكمل وجه وفقا لما يطرح. وزاره الخارجيه مشكوره لا تبذل القليل والغالي في الدفاع عن الدوله المصريه، انما اين دور الاجهزه المعنيه في توصيل هذه الرساله؟ احنا فضلنا نخاطب بعض فيما يخص هذه الازمه لفتره طويله جدا، استقطعنا فيها وقت بعض كلنا. مجموعه من الاخطاء الاداريه فيما يتعلق بتنظيم الطيران. يعني بعد ما روسيا قررت حظر الطيران الى شرم الشيخ، فوجئنا بشركه مصر للطيران تعلن عن ان هي ستضاعف عدد رحلاتها الى روسيا لجلب السياح. طب انتوا بتتحدوا قرار رئيس روسيا، بتتحدوا قرار الرئيس بوتين ان هو مش عايز السياح. طب هو قفلكوا هذا. فتعامل خاطئ اخر. تعامل خاطئ اخر على نفس المستوى. تعامل خاطئ لم يدرك إن انا مش مهم عندي دلوقتي عدد السياح الروس، انا كان مهم عندي ان انا اروح للشعب الروسي. أيوة. كان من المهم عندي ان انا اوصل للشعب الروسي. ده احنا كل الفعاليات اللي بتتعمل من منظمات المجتمع المدني غير المنظمه، مش منظمات المجتمع المدني. صح. المنظمه، منظمات المجتمع المدني غير المنظمه، كان اقدر بها ان تذهب وتشعل شموعا امام السفاره الروسيه لتوصيل رساله مباشره الى ممثلي الدوله الروسيه على الاراضي المصريه والى الشعب الروسي ان الشعب المصري متضامن معكم في مصابكم الاليم. يا استاذ احمد، انا قلت حتى والله الاصدقاء امبارح، بس طبعا مش على الهواء، كنا قاعدين بالليل بنتكلم انا وزملاء من الصحفيين والاعلاميين في مجموعه من القنوات بقى لها 3 ايام راحت بالكرو الكامل وبالطاقم العمل والمذيعين وبتاع وبتبث من شرم الشيخ، وده نوع من وجهه نظرهم يعني دعم لشرم الشيخ، وبيقولوا احنا هنا وفي امان وكذا. انا قلت لهم في رايي ده جزء من اللي حضرتك كنت بتقوله، ان احنا طول الوقت عاملين نكلم نفسنا، هو مين اللي بيتفرج على القناه دي؟ انا وانت مصريين. فانا عارف ان شرم الشيخ حلوه، وانا عارف ان شرم الشيخ رائعه، وكلنا قلوبنا مع شرم الشيخ. انا كنت افضل ان القناه مع مجموعه من المنظمات الاخرى زي ما حضرتك قلت يا استاذ احمد، مع اللي بيسموها الدبلوماسيه الشعبيه، لا ده 50 60 نفر يركبوا الطياره ويروحوا موسكو، يروحوا يعملوا الكلام ده، يرفعوا الشموع ويرفعوا اليافطه بتقول فيها مصر مع مصابكم الاليم ونحن لا ننسى ضحاياكم ومستعدين لتفاهم موقفكم، تعالوا. يعني هو ده اللي ممكن نخاطب بيه، لكن مش ان احنا نقعد نطبطب على بعض. ده كان لازم يتم في خطوات سريعه جدا 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 بعد الازمه، انما طبعا على ما يبدو ان الجميع غائب عنه المصلحه الوطنيه المصريه، غائب عنه مصلحه الامن القومي المصري، او مش غايب، ممكن يكون في شبهه تعمد كمان. مش بتكلم على القنوات، بتكلم على من يمكن ان يبادر ويفعل مفهوم. هذه الامور. لا، وفي اطراف كتير دلوقتي على السوشيال ميديا وعلى غيرها من القوى السياسيه ابتدت تصطاد في الماء العكرة. فانت تركت الساحه لرجل هو الداعم للدوله المصريه، الداعم الرئيسي للدوله المصريه من 2013 ويمكن ما قبل 2013، هو الداعم الرئيسي لتحرر الدوله المصريه من مكان مخطط ليها من التنظيم
الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي وأصحاب نظرية المؤامرة على الدولة المصرية وتركيع الدولة المصرية، تركت ليهم الساحة أن يضغطوا على هذا الرجل في الداخل الروسي، يضغطوا على الرأي العام الروسي دون أن توجد لهذا الرجل السند. أنت ما سندتوش، صحيح. أنت سايبه يواجه رأي عام ضاغط جدا في الداخل الروسي دون أن توفر له الدعم الكافي. فكان البداية في الأول أن هو خد القرار بتعليق الطيران لشرم الشيخ نتيجة أن كل دول العالم تقريبا الكبيرة التقيلة في السياحة للدولة المصرية خدت قرار شبيه بده، فهو طبعا في إطار إحراجه قدام الرأي عايز يطلع يقول له لشعبه أنا كمان بحافظ على أرواحكم، بحافظ على أرواحكم. الحاجة الأخيرة اللي بدأ ترددها بقى أن هذه تأتي كاستكمال لنظرية المؤامرة، أن هذه بداية، وهو ده الحقيقي الخوف، لأن هذه المقولات في منتهى الخطورة على كيف ستتعامل الدولة المصرية. يعني ترديد مقولات أن هذه تأتي في إطار نظرية مؤامرة واستكمال المؤامرة، ده بس هدفه بس مزيد من روح اليأس والإحباط في الداخل المصري حتى من الأصدقاء المقربين. أنت مش عارف تتعامل مع أصدقائك، شرحنا ده، إنما هذه اللحظة لحظة مناسبة جدا أنك أنت تتحاول تتجاوز الأزمة ولا تعمق الأزمة أكتر مع الدولة الروسية. لازم نتحرك في اتجاه الدولة الروسية، لازم نتحرك في اتجاه الرأي العام.